جزاكم الله خيرا. إذا أقمت الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام وتعوذت من الشيطان، وعند التشهد الأول أو بعد التشهد الأول قمت للركعة الثالثة، هل أتعوذ مرة ثانية أم تكفي الأولى؟ التعوذ يكون في بعد الاستفتاح، التعوذ يكون بعد الاستفتاح وقبل البسملة من الركعة الأولى، هذا هو المتأكد. وإذا تعوذ في بقية الركعات قبل القراءة فلا بأس، وإن اقتصر على التعوذ الذي في الركعة الأولى كفى والحمد لله.